بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستون أيتي تنتاني شرح الأصول الثلاثة نيتن سلست مسرتاوي دقنا نقرات نوعينا الناقلس نازلنا أبت مجأرشا كتاب لنا التمؤلف انتايلو تم مجأرشا مدمدمتا نبيات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم تلاقي قومي بل كوم دماني كلاتهم نبيات تلاقوا دماني نعبي علامة مخانهم تزعبي تعلامهم دماني نتوحيد مخانو أبز حلفه بزيادة تنتين نيرنا مالتيو كابتي مؤلف ذكر حتى آية أبتي كتاب الأصول الثلاثة إذا أبصرة النحل تركب مبل ثلاثة يشدشتن آية ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبل نعاء ذكروا إذا آية زي أوين أب كتاب التوحيد وين أبت أول كتابنا توحيد تذكر لا مالتي رب سبحانه وتعالى نزخون تكون هزبي أم ولقد بعثنا في كل أمة له بعثنا مالت لإخنا مالتي لأخاتنا كل هزبي لأخلهم رب سبحانه وتعالى في كل أمة يعني طائفة أبزخونت تكون هزبية أبزخونت تكون طائفة سني زي لأخنا اللوم نبي يلني له ربنا سبحانه وتعالى. طبعا في كل أمة قبل كله إذا أمة تبل القرآن الكريم بزح معاني حزات مز حدا كبتي معناناته طائفة مالتي كم زي أحد نريد لنا ولقد بعثنا في كل أمة قبل كله في كل طائفة رسولا لأخرى إخنا إنا مالتي أحيانا دماني إذا أمة تبل عقيدة ودماني ملة وإن دمان تمز مهنياته ربنا عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة إلو مالتي وأحيانا جزية مالت وإن دمان تمتزي تي أب لغة عربية تعمي سفيح زخونة نحنت كلمة بزح ترجمات كل واي خل مالتيو ككم تمعنا ناتاد ماني تترجم مالتيو كم تزبلنايو هزب خون خل ويد ماني ملة وعقيدة خون خل ويد ماني جزء خون خل كم تناي سيدنا يوسف مسوة تأسير زنبرة ما مسوة صخة خمزيل كذكرني خيلو أبتاع يبتمج أرشان تابل والذكرة بعد أمة يعني بعد الزمن ده رخن دي ذكروا مالتيو تي نجوسنا تحلمي مصر آية مالتيو كمتي أبتي تفاسير تتقي سوزلون كمتي ناي قرآن مجلس مالتيو وأيضا أمة بالدماني إمام قدوة خوينا دماني تمتز مالتيو ولذلك ربنا عز وجل إن إبراهيم كان أمة إلو مالتيو بقر ولقد بعثنا في كل أمة الرسول إلو ندخون يكون هزب سني لأخلي إخنا لومينا إلو ربنا عز وجل انتاي تستل أخو علامة انتاي تهادفناتهم انت دعي الكادماني أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يمدبل نيرم من حدا الله تجازو كاب تقول دماني رحق يبل نيرم إذن فأمر الناس بالتوحيد وفأمر الناس بالتوحيد وحذرهم عن الشرك كاب شركة أنكم لتوحيد يوم دززوهم نيرم مالت يوم وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كل حزب دماني انتي تعزيزهم مالتهم بطاغوت كحيدهم بالله سبحانه وتعالى بحد قويتا خالق السماوات والأرض زخوني بوطر احنا خامن دماني تعزيزهم مالتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تباهلهم مالتهم اتياء يعني افترض على الناس أن يؤمنوا به وأن يكفروا بالطاغوت بطاغوت كحيدهم كل رب سبحانه وتعالى قد يفكى زمله طاغوت يبهال مالتي طاغوت تاي مالتي تنتانيون بزيادة كمتناي مالتي انتي داك حزلو مالتيهم تاقنعت من قدي وهي لا إله إلا الله نعاق حزيهم تعزيزهم مالتيهم ولذلك الله عز وجل مالت كفر بالطاغوت كمود ماني بحدا الله كأمن خمزلهم أب سورة البقرة وإن ألاتنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم زي أب مبل كلتميتن حمسان شدشتن آيات ركب أب سورة البقرة مالتي تي بطاغوت كحيدو بالله سبحانه وتعالى بحدا الله زأمن زخونة زي اتب حقيق نوع من قدي ترير زخونة من قدي دي قارز زخونة من قدي حيزلو اتب حدا الله سبحانه وتعالى دأمني مالتي زين ولا بد مع التوحيد أن يترك الشرك توحيد مسحاسك كاب شرك ما اخترحكن كتكوحدوني زل كامالتيو خلا يكونن مان بتوحيد راح بتي باطل دلول ماني باطل مخاندو ماني كتفلتن كتكوحدوني زل كامالتيو
طبعا إمام ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم يلقب بشمس الدين أو شمس الدين تباهلو شمس الدين تباهلو يتوع مالتيو إذا انتهى مالتيو برهان زنبري بزح نجارات يعني أحاديث نبي رسول يكون كمود من زنبري كونتات يكون كمود من أبرب بزك أرب من قد تات بزح زقال زنبري حد كابتم عبيت علماء كابتم تمهارو نايشغل الإسلام ابن تيمية زنبريو ولذلك ابن حجر تايب الشيخ الإسلام التيمياسي تناتو تعري تناتو أبدع واز قبورو بزحيو كابت حسنات ناتو الشيخ الإسلام ابن القيم ترحوين يأخلو يبل مالتو حجي الشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه تايب المالتو الطاقوت طاقوت مالت سني ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو متعبل كل نجر كابوسونو زحالفة طاقوتي زبها المالتو طغى ما هنا دخان يكون ويز عبد انت داخون دم الخون ده حد اخوينهم ازي وسونو حالف له كم الله خاي قبوني نيرو بحق اذا ملك الله سبحانه وتعالى اذا دراتو سلاز تحاسه معبود انت داخونو زي طاغوت يبحال مالتي او متبوع كتكتلو زل كادماني القران والسنه ترحين الرسول عليه الصلاه والسلام يخا كتل دلكا مالتي نخالي دماني كمو غير كانت تختلو خينكا اب طاغوت اب صحكا لها مالتي او مطاع كل دمان تزازات نيمني هات كتل دلكا ناي قران ناي سنان ها كالوت سبات نحلال حرام نابولو نتا حرام حلال نابولو كله حرايل انت راز ختلو انت داخون مطاع انت انت راز طايع انت داخون اب كل نغرات از دمان تا كوين لو مالتيو طاقوت يبحال مالتيو مهنياتو كتمو ازو حراي تبلو بجكا كي بجكا قال ناي ربن ناي رسول صلى الله عليه وسلم قال يبل كان مالتيو كل سلازي طقيان طاقوت يبحال مالتاي انت راز تباهلو هو التجاوز كاب عقل وكاب لكوع محلف تغايب بهال مالتي ولذلك ربنا عز وجل أب سورة القلم انتايب المالتي إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية زي أما بالحسر تحدى آية زلا مالتي مالت تماي كابوسونو مسحالفة مالتي تغى الماء حملناكم في الجارية أبتا مركب تسري حزن بلت سيدنا نوح سرحوا أبو دك سبات أبو أزن ورتزي كونم كالأوت كلاتهم تفئهم مالتي إذن تقيان مالتي كابعقن مسحالفة تاغي ويدماني تقياني بهال مالتي إذن معبود يكون وي متبوع يكون وي متاع يكون ترى قبل حق ترى حلف ترى خوينه زين تايب بهال طاغوت بهال مالتيو شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه تايبل ورؤوس ناي طواقيت بزحات يمبل رؤوس ناتاتهم لكن حمشت يمبل ورؤوسهم خمسة يعني أكابرهم ورموزهم حد كباتهم إبليسيو لعنه الله لو إدريس إبليس زي كب عقنو زحالفة مالتيو مخنياتو تكفرناتو تجاوز كابلكع زحالفة مالتيو إبليس بحال نمتاي خا إبليس تبهل دلو لأنه أبلس أي يئس من رحمة الله قنوط زقبر رحمن ربي تسفى زي بلو سلا زخوني أبلس يعني إبليس تبهلو مالتيو فقال طبعا شيخ الإسلام كتكسن كله حادة كباتهم إبليس يلو إبليس دمان مسبله لعنه الله يلو مالتي طبعا لعنه الله قبل كله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله مالتي كاب رحمن ربي يرحقه مالتي مرقمي مالتي طبعا لعن كتقبر أي فكأدني ولا يجوز لنا أن نلعن أحد بعينه نحادة بقلة ملعون يختبل أي فكأدني بعينه من مسلم أو كافر ولا كحادة وانتقنه لعنه الله يتبلوني خمالتي على الصحيح إلا من لعنه الشرع ما هو خلاف على العلماء أنت لا كافر كونه كمي زي بهالز بلاله لكن التصحيح انتايو لعنة معين كتقبر أي فكرة كاني مالتي ولذلك شيخ الإسلام شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أبت كتاب التوحيد الناطقسون كله أباب ما جاء في الذبح لغير الله انتايو بالمالتي الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم من حادة بنتسألو زي ملعون يكتبلن أبو خلقة بحفشة زت زبتات لعنة زود زقبرو ملعون كتبلن ببيني يبل مالتيو نمعين ممنوع يبل مالتيو والثاني جائز عام تخوينو جن يفك أديب المالتيو مثلا زي مثالي انتي سألنا مالتيو فإذا رأيت من آوى محدثا ترآن حدا قال نجر زقبره وي مبتدع كوينو وي دمان قال نجر حدش مهزتات مهيزو
زي سب زي خقطع زي جبوا نزين تدا عقب كايو تزعقوب سب ملعونيو كم تين النبي عليه الصلاة والسلام زبولو مالتي لكن سلزعقوبه لعنك الله هيتبلوني خا بل قل لعن الله من آوى محدثا تبل على سبيل العموم مالتيو والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مالتنا معين سأي فكأدنيو ولا كحدون انت خونا زبلو زلو علماء كامنتا امت مركزو امترالنا اب حديث الصحيح اللو النبي عليه الصلاة والسلام اب اهل التوم اب جهيليا زنبورو سبات توم الرسول صلى الله عليه وسلم بزوح دي تابو اوام زنبورو عبي قبل مسفت امو النبي عليه الصلاة والسلام انت ايلوم اللهم إلعن فلان وفلان ايلوم نقلن نقلن سني لعنهم يخايلوم يعني ابعدهم عن رحمة الله عن رحمتي كمالتي فنهي عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تخل كلوم اب سورة العمران مبن ميتن عسران شمنتن ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون اذن فالمعين ليس لك ان تلعنه ويبل شيخ محمد بن عثيمين من ابز كتاب زمالتي اذن بحفش انت أخوينو كم تي أبا حديث مجئي زلو همزي لعنة الله على اليهود والنصارى إلهم النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه لهم نوولدو زرقم سنين ربي لعنه لهم حدك رقم ريخي لعنك الله يتبلوني خا لكن تكتب التخيل لعن الله من لعن والديه تبل لعن الله من غير منار الأرض لهم النبي عليه الصلاة والسلام دنبرنا يمريت حنساء زنين بري يعني دفئو ديو ويابلو ديو أبزين بريت زو عالان عقلنا يمريت زي ملعوني لهم النبي عليه الصلاة والسلام كمو خقبر انتداري خاي ملعوني خاي تبلوني خاي لكن زي حديث زيان تايتب بحافشو لعن الله من غير منار الأرض تبل مالتيو لعن الله النامسة لهم النبي عليه الصلاة والسلام سأقر عينا تقنطب لعن الله النامسة لهم حجي تقنطب انت داري خايا لعنة الله عليك اي تبلاني خا لكن تايتب بحافشو لعن الله النامسات بالمالتي إذن فيجوز اللعن وصفا أما اللعن تعيينا فلا يجوز كم دسرحوا كم عانت مجلس زلهم بحفشة لعن كتقبر لهم تخل لكن بنتسألهم لكن لعن كتقبر أي فك أدني مالتي ولذلك طبعا زي سفيح زخون عبي علمي شيخ الإسلام تيمية وين أب كتاب ناتهم أم مجموع وين انتابلوا وأما لعنه لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته كافر كوينو أب كفر كله دموت انت الأخوين يفك أديب الشيخ الإسلام تيمية وأما الفاسق المعين لكن فاسق انت الأخوين حده فلا تنبغي لعنته يعني كتلعنه أي فك أدني وكما قد دوت أي خون ولا لا إله إلا الله نابل كله بزوح ما كيز خونه ولا انت سرحه نزه بزك تلعنو أي فكرة كانيو كمتي حدا نيرو عبد الله بن حمار زبهال زي أب حديث صحيح زلو مالتيو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوح جزي خمر ستي يقطعوا سب خمر ستي يقطعوا نيرم مالتهم بزي عبد الله ابن حمار بلوا نيرم مالتهم ولذلك حد أوان النبي عليه الصلاة والسلام نا جرفون كله ويدماني قطعوا يلوم نا تقطع عن كله مستبي مستايو حجي حد انتايبل لعنة الله عليه إلو كمي ربي لعنه خندي جزي يقطع عمو مسوله النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمه لا تلعنه يلومه لعنا خبر ربي خبر رحمتنا ربي يوت عيل كخترقمه لا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله إلهم إذا سبزي فتاو رب فتاو رسولني إلهم إذا تاير الدعنا مالتي نسخة كنتات متشرشان عيسو نايدك سبات انتي كم زخون ايتفلت اني خا سلازي تخيل كار بيهديون بلي خا مالتيو بحافشات زي كوينو بمعين بنتس الجير كا اقلي ربي لعنو كتبل اي فكادني هو النبي عليه الصلاة والسلام حج المسالة خمر دستي سب ويدماني خمر النبي عليه الصلاة والسلام عسرت نقرات لعنة جيرم مالتهم لعن الخمر وعصيرها ومعتسيرها ومشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها لهم بزح دلعن ولو وآكل ثمني هاي لهم لكن معين حدا مستسد تكون لعنة الله عليك كتب له أي فكرة كاني مالتي إذن انتاك نبل نخل مالتي احفظ لسانك ملحسك حلو يخا لعنة أي تكبر يخا نولادك يخون إنسسا يخون زخون لعنة الله عليك زبيل زي كم الحسكة كتفق الله مالتي مهناته أسلامي لعنة يكونن ولذلك عمران بن حسين رضي الله عنه انتايبل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فدجرت فلعنتها
حد اوان سنی آمگشان کلنا سب سن کوحیزو ناخد ناتبگسین کلو سنی حجی حنتی سبیتی کابدگ انصاریا تاگمل ناتا مالت متحز آبیاتا بزوح نگرات مثل بلتا انصارت ارازا سبیتی تایتبل لعیناتا مالتیو حجي فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام زي مسمعوا فقال خذوا ما عليها ودعوها لهم ودعوها مالت تي أقحى أب تسكيمات ولا تجمل أو ردو أب كالي تعان وقوم تجمل جن مثلا أي تخيدني فإنها ملعونة لهم يعني تترجم مثل زخولت عين مثلا أي تخيدني لهم قال عمران حجي تلعينا رح قوام سولو عمران تايبل فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد تاجمل قدي فما ما مغنياتو سلس تلعنة زحجي عبيتك سات إمالتي زي أب رواية مسلم زلو مالتي إذن انتاخن بالنخيل لعنا كبعفنا كرحق اللو مالتي لكن مؤلف ناي شيخ الإسلام ناي ويدماني ناي شيخ الإسلام من القيم تقيسو توم تواقي زبهالو سن حمشتي اميلو حاده كباتهم شيطان لعنه الله له نمن تايد اموني لعنه الله انت لنا ازي ملعون سلا زخونه ملعون بكتاب الله سلا زخونه كوميلو تقيسو زلو لذلك ربنا عز وجل ابسوره النساء بال 210 شمونتن ايان تايلو اي يدعون من دون الله اي يدعون من دونه الا اناثا واي يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله له لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفرودا إذن ملعون بالكتاب سلزقون يبلو مالتهم ولذلك إذا قد دايزي كنت نقولون مالت لعنة نقبر يبلنان مالتهم حتى أن الشيطان تقول النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم لا تسبوا الشيطان وتعوذ بالله من شره أي تصرفوا إلهم لكن رب سبحانه وتعالى كابت إكيناتو كابت حمق تقبالات ناتوس عقبنا لكم ناب ربكم تعقبوا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام زي أب صحيح الجامع ذركب مالتي إذن فهذا هو الذي يفيد نعنا خات تستغمنا دما من عند يكون كابتشرناتو كتعوذي تستغم كمالتيو اما تلعن كاي لكن تصرف كاي لكن ولا حنتي تستفيدو يبل كان مالتيو اذا مباري كلهم انبياء تلعيهم زموتو انتايم تدعيلكا كناب عبادة الله يزوعو كاب عبادة التقدماني رحق يبلون يرم مالتهم كم تزبر أنايو تواقيت بزحات يميلنا حد كاباتهم شيطان يلنا كم دماني من عبيدا من دون الله وهو راد فاتيو حرائلو زقبل تدعخونهم وعبادة زقبرلو تدعخونهم دك سباتون زوين ملعوني مالتيو ولذلك فاتيو عبادة نخقبرلو زقبل تدعخونهم نمتاينا ملعون كم توز دغسنا مالتي تجاوز حده قبو يكون المسل يكون بحق اسم الله الله سبحانه وتعالى ترحي سلازي نا عبدون كله وحرايل انت قبل كونو زي ملعون مالتي ويدماني كومو دماني طاقوتي بحال مالتي ولذلك كومو دماني كيرده سبات بعلاتهم زعبدون تغزون تخينهم لكن كابز غداي زي ويوص مالتي كم عيسى ابن مريم كمون كم ملائكه مالتي كم دماني ومن دعا الناس الى عباده نفسه نعي تاملكوني خم تغزوني خم زبل تخين دماني زي دماني زباسه طاقوتي مالتي كم تي فرعون انا ربكم الاعلى يلو كم دماني ما علمت لكم من اله غيره يلو زي تجاوز الحد كمطنو زحلفه مالتي اذا زين كابتم تواقيت رؤوس التواقيت مالتي ومن ادعى شيئا من علم الغيب علم الغيب يفلت يزبل انت راخوينو كم زي سحر زغبرو وي منجمين وي كهان زغبرو انت راخوينو ناي صباح نغو وي كم زخت كوني خام زي عدل كان نابولو ناي مصا دزارو انت راخوينو ازي دماني اب منتياتي لو مالتي كابتم تواقيتي مالتي مخناتو ناي صباح نغو بجك رب سبحانه وتعالى تزي كون دفلت يلن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتدى من رسول الزلماني اب سوره الجن مالتي اذا غيب زفلت ولا حد يلن مالتي حتى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام بزعبهم ربنا عز وجل اب سوره هود مبل 40 تعت ايان تايلو بزعبان ايتهم نبيات ناي سيدنا نوح زانتا كله مستقسم اب سوره هود انتايلو تلك من انباء الغيب نوحيها اليك لو ازي كنتات غيب زنبري زي تفلطو زنبر كاسور زنبري ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين اذا من انباء الغيب نفلتك زلنا الو مالتو اذا
غيب ناي رب سبحانه وتعالى بجيك رب سبحانه وتعالى ناي دمتسي زفلت يلن كوم دماني نتي تزاز ناي ربي ويات انتحكم ناي رب قديف بخالي دماني زفردن زفردن تراخوين ومن حكم بغير ما أنزل الله دماني إذ دماني كابتم تواقيتي يوم إلو شيخ الإسلام ابن القيم زكي روم كابتم رؤوس التواقيت زبولم مالتي ولذلك إذ قدائزي انتاينا خنبل ديلنا مالتي كلهم أنبياء أنبعري دموتو نب عبادة الله كأززون كاب عبادة التاغود دماني كخل كلون يوم تلاقيهم مالت يوم طبعا زي زيادة سفح دبالي مقلسي زيد لي قدائي انتخونقين تي جزي سلزة أخلي إن شاء الله هبتدمت ستحستو بمدمدمتان زي حيزنا يزلنا كتاب الأصول الثلاثة كسابن الرخب بزي أبزي تحستي ود مالتي وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.